بيضاء الغمامة وشجرة القطن. في يوم خريفي جميل، كانت الأوراق الخضراء قد هجرت الشجر، والأغصان الجرداء ممدودة مثل الأيدي نحو السماء، وفي الأعلى كانت الغيوم رمادية ملأى بالمطر. غيمة واحدة صغيرة كانت ناصعة البياض، معتدة بلونها المميز، لم تكن تتحرك بتمهل مثل الغيمات، بل تقفز وتحط، تهبط وتنط كطفلة سعيدة بملابسها الجديدة. شقاوتك هذه ستوقعك في المشاكل يا غمامة، توقفي عن الطيران كما لو أنك حمامة. هذا ما قالته الغيمة الأم لطفلتها، وأضافت: امشي بهدوء لتصلي بالسلامة. إلا أن غمامة لم تصغي للكلام، ولم تعطي النصيحة أدنى اهتمام، وبقيت على حالها ذاك تتقافز هنا وهناك، تارة تعلو لتقترب من طائرات السفر، وتارة تنخفض لتلامس المباني والشجر. تعبت الغيمة الأم من ملاحقة غمامتها الصغيرة، وانشغلت عنها بجمع قطرات المطر الغزيرة، لأن موسم المطر قد حان هطوله، وعلى صديقها الفلاح أن يسقي حقوله لتنبت البذور وتفرح الطيور وتضحك الأشجار وتنضج الثمار. وبين وقت وآخر كانت الغيمة الأم تلتفت عابسة لتراقب صغيرتها المشاكسة. في إحدى المرات نظرت ولم تجدها. أين ذهبت يا ترى؟ ماذا جرى؟ هل قفزت غمامة الصغيرة عالياً فاصطدمت بطائرة؟ أم ركضت تله خلف سرب الطيور المهاجرة؟ تلفتت الأم في كل الأنحاء، وانتشر الخبر بين غيمات السماء: غمامة مفقودة. كانت هنا قبل قليل ولم تعد موجودة. هل ركضت كغزالة فأصابها صياد طائش؟ هل تدلت كعنقود عنب فأسرتها العرائش؟ هل أغراها شغبها أن تسبح كسمكة فألقى عليها الصيادون الشبكة؟ لم يكن عند الأم إجابة فورية، ولا عند أي غيمة من الغيمات الرمادية. وفجأة سمعت الغيمات رفرفة سريعة، ورأينا عصفورة يكسو الخوف ملامحها الوديعة، طارت قربهن وهي تقول: هناك غمامة صغيرة عالقة في الحقول، يجب أن تسرعن، ما رأيته غير معقول. يتبع